السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في تقريرنا هذا في مدينة كاتانيا، ثاني أكبر مدن جزيرة صقلية الإيطالية. هيا بنا كاتانيا. هذا الشارع يؤدي إلى وسط المدينة، حيث ساحة الدومو ونافورة الفيل. تعتبر مدينة كاتانيا من أكبر 10 مدن في إيطاليا، وهي مدينة ذات تاريخ عريق يحكي تاريخ أباطرة الرومان والإغريق. تحوي المدينة العديد من الكنائس والمسارح والحدائق والنوافير الجميلة. وهذا نصب لهذا الشخص أو هذه الشخصية، أنجيلو ماجورانا. عجبتني هذه الشجرة بجذعها القوي. أحاول أن أتسلق القمة هذه حول الحديقة المتواجدة في وسط المدينة ليطل علينا هذا المكان الجميل للاستراحة. ومن وسائل الجذب الماتعة في هذه المدينة أنها قريبة ومتاخمة لجبل النار أو بركان إتنا، وهو ذلك الذي نلاحظه من بعيد. هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر عن سطح الأرض، وهو أعلى قمة جبل بركاني في قارة أوروبا. وقد تضررت مدينة كاتانيا كثيرا جراء قذائف الحمم البركانية من جبل إتنا عبر السنين الماضية. علم إيطاليا. طبعا هم يحافظون على بعض المباني المتهدمة والمتضررة جراء الزلازل العنيفة التي تحصل في المدينة، وأيضا تقاذف الحمم البركانية من جبل إتنا. وكانت الزلازل العنيفة تحصل تقريبا كل 40 إلى 60 سنة مع سيل الحمم البركانية. طبعا الأمن يتخذون عدة وسائل في حماية المدينة ومنها الخيول. الآن أتجه بكم عبر شارع إتنا إلى ساحة نافورة الفيل، حتى إن الإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق سماها بمدينة الفيل. طبعا ماركة الأحذية الإيطالية غنية عن التعريف، فإيطاليا هي بلد الجلود والأحذية. لاحظوا روعة المباني بألوانها الزاهية، محلات بيع الحقائب. زهور جميلة يانعة، المهرج وحركاته في استجداء أموال الناس. هذا هو اسم الشارع كما ذكرت لكم، وهو الشارع الرئيسي أو البوليفارد، شارع إتنيا. كل هذا الذي نراه وعلى هذا الامتداد باتجاه جبل النار
يكون شارع إثنية. وهذا التمثال لفينسينشو فيليني، يعني بعضهم يعني يرجع إلى مصممين للنصب التذكارية في مدينة كاتانيا. هذا جزء من آثار مبنى روماني عريق كما هو باين. طبعا مدينة كاتانيا تعج بكثافة سكانية لا بأس بها، إذ يبلغ عدد السكان ما يزيد على 300,000 نسمة، وهي ثاني أكبر مدن سيشيليا أو صقلية. نماذج من المبيعات المختلفة. أحاول أن أسرع الخطى حتى أصل بكم إلى ساحة الدومو الشهيرة، والتي فيها نافورة تمثال الفيل قبل حلول مغرب هذا اليوم الجمعة 30 من شهر نوفمبر من عام 2018 للميلاد. هذا مبنى قديم آخر يحمل هذا الاسم، ويس قديوس. لاحظوا ارتفاع بعض الشوارع كون هذه المدينة على جزيرة، فتجد فيها المنخفضات والمرتفعات المختلفة.